مشاهدينا انه ولايه معسكر صباح اليوم استيقظت على وقع انفجار عنيف للغاز بمسكن متكون من طابقين، حيث تم اجلاء شخصين الى المستشفى من بينهم سيده لها حروق من الدرجه الثانيه، فيما تم انتشال جثه شخص ويتعلق الامر برب العائله، ولا تزال عمليات البحث متواصله عن الضحيه الاخرى وهي فتاه تبلغ من العمر 18 سنة. فيها ضحايا موتة وفيها جرحى، الأم كاين ضحايا موتة، الأب والبنت ما عرفناش، لكن الغاز طرطق ولا حاجة واحدة أخرى. العالم ربي والله يجيب الخير. سمعناها مور الفجر بواحد القيس السبعة قل عشرين، تكلمت قاوية بزاف. كنا هذاك ويصلينا الفجر ونوضنا، تكلمت الحاجة الشوكرا قابضنا، كي خرجنا نجرو ستنا الدار طالحة، والمرأة خرجت ولدها خرج والراجل والبنت مازال ما خرجوش، مازال الآن ما يقطوهمش، هم خرجوا الراجل والبنت مازالت مفقودة.